أكيد، وبعدنا بأجواء الفن والفنانين، لكن ضيفنا اليوم مجرد ما تشوفه تبتسم وتضحك، وجهه يعني دائما ينطيك طاقة إيجابية ودائما هو إيجابي. طبعا احنا نحب هذه الوجوه ودائما احنا نستضيف هذه الناس. ضيفنا اليوم مبدع بالفن العراقي وكانت له بصمة خاصة بكل عمل يقدمه أو يشارك به. ضيفنا اليوم الفنان المتألق هو باسم البغدادي. يسعد صباحك يا باسم ونورتنا بصباح دجلة. صباح الورد على عيونكم، صباح الورد على عيون كل مشاهدي قناة دجلة. أكيد شكرا. صباح الخير عليك ونورتنا جدا أستاذ. يعني إحنا لازم الحديث يطول وياك، لكن بالبداية أريد أعرف أو أريد أسألك عن العزف. أنت عازف أورج، أكيد كل الناس اللي تتابعك وكل محبيك يعرفون هالشيء، لكن أريد أعرف من عندك يعني الأشياء اللي قدمتها للأغنية العراقية ومشاركاتك وكل هالأمور هاي. والله بصراحة أنا مو بس عازف أورجن، أنا عازف عود وموزع ومهندس صوت. بالتسعينات أنا كنت عازف ويا المطربين العراقيين، شاركنا بمهرجانات داخل وخارج العراق، مهرجان بابل، واشتغلنا الأغاني الوطنية اللي كانت بذاك الوقت يعني، وتركت الموسيقى 2008. نعم أكيد، يعني إحنا كنا نعرف وجودك والبصمة اللي تركتها بعالم الموسيقى، لكن أستاذ ممكن تحكي لنا السبب لتركك الموسيقى؟ هل إنه بسبب الظروف أو أجواء البلد أو إنه قلت الفرص بعالم الموسيقى؟ شنو هو السبب؟ بالعكس، لا، الموسيقى أول شيء يعني غذاء الروح، والموسيقى هي موهبة، واللي عنده هذه الموهبة للموت ما يقدر يعوفه. ولحد الآن أنا بيني وبين نفسي أعزف، وأكثر من سؤال توجه لي إنه منو أقرب إليك، تقديم البرامج لو التمثيل لو الموسيقى؟ أنا أقول لهم الموسيقى. بس يعني غاية في قلب يعقوب أنا تركت الموسيقى. نعم. والتجأت إلى التمثيل ولا تقديم البرامج. أكيد أنت مبدع بكل المجالات اللي أنت شاركت بها وخليت بصمة جميلة وإيجابية ومفرحة بقلوب كل الناس بصراحة. ممنون. إذن أنت شاركت وغنيت مع قامات كبار ومع يعني ناس كبار، وعزفت عفوا مع ياس خضر وحسين نعمة، يعني أسماء وقامات كلش كبيرة، فشنو اللي أضافت لك؟ والله بصراحة اللي يعزف ويا هيك رواد ويا هيك ناس أكيد تقويه وتخليه يكون مقدمة الموسيقيين. والحمد لله يعني أنا موسيقي أتذكر من أنا طفل صغير، كنت أعزف أكورديون، بحيث الأكورديون واصل لي لهنا، وكنت أعزف عود. يعني يعني وراء 95 96 97 بديت أعمل ويا الرواد، ويا ياس خضر، حسين نعمة، فاضل عواد، سعد الحلي، كل المطربين دول أنا اشتغلت وياهم، وحتى يعني حتى خارج العراق اخذني الفنان القدير الله يعطيه الصحه والعافيه حسين نعمه. نعم. لاحدى البلدان انه نشتغل هناك. اكيد اكيد احنا كلش فرحانين بهاي النجاحات ويعني نشهد نجاحاتك، لكن استاذ اليوم اريد اعرف، انت قلت الاقرب الى قلبك الموسيقى، انت تركت الموسيقى او يعني اتجهت للتمثيل وتقديم البرامج ايضا، فشنو الاقرب لك ما بين التمثيل وما بين تقديم البرامج اليوم؟ بصراحة التمثيل يعني بعد الموسيقى التمثيل السبب لوجود الفرص، أو واحد يوصل بي رسالة ومسج. نعم. إذا خلينا نتحدث عن مشاركاتك المسرحية، بما أنه تحب التمثيل. بصراحة المسرح في بغداد أو بالعراق بصورة عامة يعني أحس ميت، ولعدة أسباب. واحد من الأسباب
انه صار مسرح تجاري، مع اجل احترامي للسامعين وللمشاهدين، مسرح تجاري يعني رخيص بصراحه. الابتذال والكلمات النابيه من بعض البعض، القله القليله من الممثلين يحسسون انه هذه المفرده او الكلمه راح تضحك المشاهد، بس هي بالعكس تخدش مسامع المشاهدين اللي حاضرين للمسرح. صار عزوف من العوائل ما يحضرون لهكذا مسرحيات، بالإضافة إلى سعر البطاقة. سعر البطاقة غالي، وإحنا تعرفين نمر بوضع اقتصادي كلش يعني كلش سيء، فاللي عنده عائلة كبيرة ما يقدر يجيب عائلته حتى يدخلون للمسرح، بينما هو المسرح متعة، المسرح رسالة، المسرح ثقافة. بس للأسف قبل سابقا استاذ المسرح كان لكل الناس، اليوم المسرح مو لاحد بصراحه، للفئه لربما بعض الناس تشوفها الفئه السيئه، وقليل جدا اشوف عوائل صارت تتجه للمسرح، لكن يعني بسبب ظروف البلد او بسبب الفرص القليله جدا للطاقات وللفنانين صاروا يتجهون للمسرح، للدراما، لاي عمل يعرض عليهم صاروا يوافقون بسبب الفرص القليله. مو قلت لك هو الوضع الاقتصادي اول شيء يخلي المنتج يريد ماديات تدخل بجيبه، شباك، بالاضافه الى المقابل الممثل يريد يشتغل ماكو شغل فيلتجئ ان يشتغل بهذه المسرحيات. وبكل الاحوال الكل خاسر، المشاهد خاسر والفنان خاسر سمعته واسمه، بس المنتج رابح، والمنتج هسه خسر، ماكو مسرح مع الاسف. نعم اكيد، يعني احنا نتمنى عوده المسرح بطريقه ايجابيه، وعوده هذا الفن الرائع اللي سابقا ما كان يتميز به العراق، وهذا الفن يعني كان رساله مهمه ورساله ساميه لكل البلدان، وتمثل العراق وتبرز طاقات يعني الفنانين اللي عندنا. لكن استاذ اليوم انت تركت بصمه ايضا بتقديم البرامج، ويعني برامج الكوميديه بالفترة الأخيرة اللي قدمتها، احكي لي شنو أقرب الأشياء والبرامج اللي أنت أبدعت بيها؟ أكيد والله بصراحة يعني أنا قدمت أكثر من برنامج كاميرا خفية، وكل الناس اللي يسمعون بالكاميرا الخفية عبالهم أنه الكاميرا الخفية هي ضحك على الضيف أو يريد يقدم بس ابتسامة للمشاهد. أنا اللي قدمته هو بفحوى وبمسج وبرسالة من أكثر من كاميرا خفية. وآخر برنامج يعني قبل الأخير عفوا، برنامج ضغطك صعد، اللي يعلنون بوفاتي ويبلغون أصدقاء الفنانين أنه باسم بغدادي سوى حادث وبالأنعاش. وليش سوى الحادث؟ أنا جايب وياي ممثل على اساس صاعد وياي بالسياره، هو لابس حزام امان، انا ما لابس حزام امان، انا امشي بمعدل سرعه 160 واتراسل بالواتساب، سويت الحادث، وصلت رساله انه ما يصير انت تسوق سياره وتتراسل، وما يصير تسوق سياره وبطريق خارجي وتمشي معدل اكثر من 120 عفوا، ولازم تلبس حزام الامان، وهذا الدليل انه انا سويت حادث واعلنوا وفاتي. وللاسف الشديد يعني اخواني الفنانين يعني بحدود تقريبا 4 فنانين اللي حضروا واللي بكوا علي من اني علنا وفاتي، من ضمنهم المرحوم رياض الوادي والفنان المرحوم مناف طالب والشاعر جبار رشيد والاعلامي عماد مكي، للاسف الشديد خسرناهم هو بعد هذا البرنامج. اكيد الله يرحمهم. ووصلت الرساله والمسج لمديريه المرور وللطرق. إذا أستاذ خلينا نرجع على الأغنية العراقية، أريد أسمع من عندك، هل بسبب وجود الاستوديوهات الكثيرة أو أي أحد إجا وصار عنده فلوس فتح استوديو ونشر أغنية وغنى، صارت الأغنية العراقية هسه يعني بمستوى كلش ناصي؟ هل يكون هذا السبب الرئيسي برأيك؟ والله بصراحة يعني ما يعني السبب الرئيسي لا وجود الاستوديوهات ولا صوت المطرب ولا صوت الشاعر ولا صوت الملحن، الصوت صوت المتلقي، صوت المستمع.
هو اللي يشجع هيك، هو اللي يروج لهاي الاعمال، اللي يترك ياس خضر ويترك رياض احمد ويترك. شوفي راح اقول لك شغله، بالتسعينات من كنا نعزف ويا ياس خضر ويا حسين نعمه ويا فاضل عواد، اجتني موجه الاغاني الخفيفه، تحياتي لهم الله يعطيهم الصحه والعافيه، حاتم العراقي، صلاح حسن، صلاح البحر، محمد عبد الجبار، باسل العزيز، ماجد المهندس وغيره، قلنا اهو خربوا الفن العراقي. بس هسه ما شاء الله هم اللي رفعوا اسم الاغنيه العراقيه، اللي عددتهم واكو بعدهم غيرهم ما يحضروني. اكيد فبصراحه انا اقول السبب للمتلقي اللي يترك هذه القامات ويسمع، مثل ما هسه تشوفين بالسوشيال ميديا الناس اللي ما عندهم محتوى، اللي مع الاسف نعم. تفهوا الفن، ولا هم ما ينتمون للفن، تفهوا حتى الشخصيه مع الاسف. اكيد احنا بس دائما صوت المتلقي، اكيد هو مو صوت المتلقي، وانما هي هاي الاعمال المنتشره واللي السوشيال ميديا ايضا لها الدور الاهم بترويج لها وترويج عليها. لكن استاذ خلينا نكون او ننظر الى الجانب الايجابي من الطاقات الجديده والشباب المهمه والاسماء اللي ثبتت وجودها بعالم الفن او بمجال التمثيل خصوصا، شنو رايك بهاي الطاقات او منو من الطاقات اللي انت حسيت تستحق انه تتواجد بهاي الساحه وبهاي المنافسه؟ اكيد يعني الاسماء البرزت نفسها بعمل او عملين. ست كل الاصوات الموجوده حلوه، وكل الاصوات الموجوده عندها عرب وعندها طاقات، واتحدى باقي الدول يوصلون للمطرب العراقي. شوفوا انا من كنت موسيقي، الموسيقي العراقي بكل دول العالم يعزف الموروث اللي للبلدان الباقيه الا العراقي. يعني هسه والدليل اثبت لك كاظم الساهر من راح للقاهره وفرضوا عليه عقد احتكاري 5 سنوات انه الفرقه الماسيه المصريه تعزف له. دخل العازفين الايقاعات العراقيين، لان العازف المصري ايش قد هو موسيقي، والدليل انه سعيد ارتست اقوى عازف ايقاع بالوطن العربي، وهو اللي يدخل الايقاعات بهاي الاورجينات هسه الحديثه، بس ما يقدر يعزف الجورجينا العراقي اللي هي نسواننا تعزفه. يام عيون حراقه، قول صدقيني ما يعرف يعزف الجورجينا العراقي، واكو ايقاعات وغيرها، بينما العراقي يعزف المصري، يعزف المغربي، يعزف، وتشوفين هسه الموسيقي العراقي بكل بلدان العالم هو يعزف. طبعا اكيد، واحنا نشوف انه صحيح بدها تطلع وجوه جديده بالتمثيل او بالفن العراقي، انا مركزه اكثر شيء على الدراما، اقصد الفن العراقي والاغنيه العراقيه. احنا نشوف هسه بالاوان الاخيره انه بدها تصير الاغاني هوسه، بدها تصير ما بها هدوء، بدها تصير الكلمات اختيارها خاطئ. يعني مو بس سبب المتلقي دا يسمع، هو همينا من دا يغنيها بهوسة، دا يغنيها بهواية أشياء، فهذه شنو سببها؟ وهم ممكن بيوم من الأيام نرجع إحنا للأغنية العراقية الأصيلة؟ ستو التطور مطلوب، يعني ضروري إنه كل شيء يتطور، حتى الطب. يعني هسه من تروحين للطبيب تشوفينه ما متواصل ويا المؤتمرات الحديثة والأدوية الحديثة والتكنولوجيا، تقولين عليه هذا متخلف وقديم. كل شيء لازم يتطور. يعني عبد الوهاب من أغنية أنت عمري، من دخل الجيتار أم كلثوم رفضت بالبداية، نعم، ومن دخل بليغ حمدي دخل الساكسفون رفضت بالبداية، بس بعدين صار واقع حال. كل شيء لازم يتطور، بس للأحسن مو للأسوأ. احنا مع الأسف تطورت الآلات الحديثة، بس الغنى صار عباره عن بس قولات وهوسات، ماكو موسيقى. اكيد ماكو انتقاء بنوع الفن. استاذ شنو الاعمال الاخيره اللي انت راح تقدمها للجمهور؟ والله بصراحه اخر عمل مسلسل بيتوتي اللي هو على قناتكم الموقره على قناه دجله، نعم، كان عمل للكبير تاليف واخراج عمران التميمي، بطولة ماجد ياسين، انعام الربيعي، ناهي مهدي، واني ومجموعة من الفنانين. كان مسلسل اجتماعي حلو، يحكي عن
العائلة العراقية اللي متمسكة بعاداتها وتقاليدها، تحب الحياة، تحب الجيران، تحب البلد، عندها وطنية، وطالبونا بالجزء الثاني والأستاذ عمران التميمي يكتب. وأيضا أنا مرشح بالجزء الخامس لبيت الطين أيضا للمخرج عمران التميمي. طبعا نتمنى لك كل التوفيق أستاذ، ونورتنا أكيد بصباح دجلة، وشكرا لك.